السلام عليكم. اليوم راح نشوفوا حالة العالم، حالة الدول في العالم في ميدان يعني الولوج إلى الصرف الصحي واستعمال الصرف الصحي في دول العالم. وهنا نشوف العنوان كاين في العالم 494 مليون نسمة ما زالوا يقضون حاجياتهم الطبيعية خارج يعني الفضاءات المغلقة، خارج المراحيض، يعني في الطبيعة. 493 مليون people still defecate outdoors، هذا معناه أن فيه ناس ما زالها تقضي حاجات طبيعية نتاعها في الفضاء الخارجي، يعني في الطبيعة. وكالعادة الألوان بين الجزائر، الجمهورية الجزائرية وجارتها الغربية، دائما الألوان مختلفة. هنا كما نشوفوا أن الجزائر، اللون بتاع الجزائر هو كأي دول العالم كلها، يعني نسبة يعني السكان الذين يقضون حاجياتهم خارج، يعني في الطبيعة خارج المراحيض، هو لا يتعدى 1%، بينما الجارة الغربية العدد هذا هو مرتين ونصف إلى 3 مرات أكثر. يعني النسبة هي ما بين 2 و5 في الجارة الغربية. معناه أن في هذه الدولة كمية تاع الناس اللي تقضي حاجياتها الطبيعية في الطبيعة، يعني لا تستعمل قنوات الصرف الصحي، فهي 3 مرات أكثر من النسبة اللي قد توجد في الجزائر اللي لا تعدى 1%. وكذلك أنه النسبة هذه اللي موجودة في الجزائر هي نفسها النسبة الموجودة في العالم بصفة عامة، يعني العالم المتقدم والمتحضر بصفة عامة. أما الجارة فاللون تاعها يشابه الألوان الموجودة في مثلا في موريتانيا وبعض الدول الإفريقية هنا. إذن هذا دليل آخر على تطور مملكة 14 قرن هذه اللي هربت علينا، يعني مقارنة بالجزائر البلد المتخلف واللي البلد العديم التاريخ واللي ما عندوش تاريخ، والبلد الذي صنعت فرنسا. إذا هذا البلد هي المملكة برغوات الشريفة، هي أفضل منه، حيث أن فيه من 2 إلى 5% من السكان يقضون حاجياتهم في الطبيعة، ليس لديهم صرف صحي ولا مراحيض ولا أي شيء. إذا هذا هي حالة العالم وحالة حالتنا، حالة الجزائر مع دولة المروكو. وكذلك نلاحظ أنه نسب كبيرة متفاوتة هنا من 6 إلى 25% وحتى 68% من السكان، هذه كلها تخص دول إفريقيا وبعض الدول هنا كالهند وبعض الدول في العالم اللي تعتبر متخلفة في الحقيقة هذه، لأنه توفير الصرف الصحي وتوفير يعني الفضاءات لقضاء حاجيات نتاع المواطنين، هذه علامة من علامات الترفيه وواجب وحق من حقوق الإنسان أن تكون له كرامة، وأن لا يعني لا مجال نتكلم إلى التطور، يعني تطور اقتصادي وصناعي وكذا، ونلقى شعوب ما زالت تقضي حاجياتها في الطبيعة، كمثلا الهند اللي تعتبر قوة اقتصادية عالمية، يعني في المرتبة الخامسة عالميا، لكن الشعب ديالها ما زال ما عندوش يعني أبسط الاحتياجات، أبسط الحقوق، يعني قضاء حاجيته في ظروف محترمة. إذن هذا هو وضع الجزائر.
وهذا وضع مملكة موروكو. إذن وكذلك الملاحظ أنه هنا نشوف أن الصحراء الغربية اللون يختلف عن اللون نتاع المملكة هذه. وكذلك نؤكد أنه المصدر هو World HO، يعني المنظمة World Health Organization، منظمة الصحة العالمية، والمنظمة اليونيسف. إذن هذا هي المصدر نتاع المعلومات هذه نتاع التقرير هذا، إذن اللي أكد أنه الدولة التي ذات الدعاية المخزنية، يعني التي صدعونا أبواق تاعها بالكلام الخاوي كما يقولوا، هي نسبة نتاع الناس اللي تقضي الحاجية تاعها خارج المرحاض هي 2 إلى 5%، يعني نسبة 3 إلى حدنا المنتصف، وثلاثة ونص هي ما بين 0 إلى 1، يعني تقريبا خدينا الوسط هو 0.5% مقارنة بالوسط هنا اللي هو 3.5. إذن يعني تقريبا 5 أو 6 خطرات نسبة الناس متواجدة في مملكة موروكو بدون أدنى وأبسط يعني شروط صحية. هذا هو تقرير منظمة الأمم المتحدة للصحة العالمية، وتقرير منظمة اليونيسف فيما يخص توفير، هنا نشوف توفير الشروط الصرف الصحي للساكنة، وهنا نشوف share of the population practicing open defecation by country، يعني practicing open defecation. defecation معناتها الخراء، الخراء في الفضاء. هذا هو يعني حال مملكة موروكو. وبطبيعة الحال أؤكد نقطة مهمة تخصني أنا، أنه هذه يعني التعاليق وهذه التقارير يعني راني نعلق بطريقة تلقائية بدون ما نحضر يعني التعليق تاعي، إذا يكون فيه بعض الهفوات يعني من ناحية التعبير. إذا أعتذر إذا كان فيه بعض الهفوات أو بعض الغلطات في التعبير، أو لأني لا أحضر التعليق تاعي، وأترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.